اغنيتك الاخيره مع ماجد المهندس محمد، خلينا نتكلم عنها. عندي كان هذا العمل من فتره عند ماجد، وحنا دائما نختار الوقت المناسب للاغنيه. يعني هي ترى موضه، الاغنيه موضه، يعني ممكن ساعات تنزل اغنيه مو وقتها الحين، ممكن وقتها بعد سنين قدام الجيل الجاي، ولا وقتها الجيل القديم. فاحنا دايم نخاف من ردة فعل الجمهور، فلايم نختار الوقت المناسب للعمل. العمل كان من كلام الأمير سعود بن عبد الله، سمعت منه مجموعة قصائد، لكن هذه كانت الأقرب لي، فكرة الكلام، وصورت كل كلمة باللحن، والحمد لله غناها ماجد. عادة الملحن يعني يختار من بين القصائد، يقول أنا بألحن هذه الأغنية أو أبلحن هذا الشعر أو كذي. تصير معك؟ أنا بالنسبة لي أنا أحب أني أخذ الكلام وألحن. بعض ملحنين يحبون يركبون، يعني يسوي اللحن ويركب عليه الكلام، كلماته. أنا أتوقع أن الرسمة لازم أنا أرسمها، يعني بالكلام، مو أجيب الكلام. يعني الكلام هو اللي يعطيك الإحساس. هو اللي صراحة يوديني المود خاص، ومرات يعني يكون الكلام أنا عايشة. زودنا بمود حلو الحين. تمرين. لو سأل عني كثير الناس ويني، قل لهم سافر ولا تقول افترى دينا. قل لهم موجود في قلبي وعيني، راعي شعوري لجل حب جمعنا. قل لهم هذا هواي، قل لهم للسماعي، قل لهم إني حبيبك وإنك تدور رضاي. قل لهم هذا هواي، قل لهم للسماعي، قل لهم إني حبيبك وإنك تدور رضاي. إيه موجوع ويكفي اللي فيني، والله أوجعنا البعاد دون معنا. افترقنا خلها بينك وبيني، وش يفيد الناس لو قلنا افترقنا. قل لهم هذا هواي، قل لهم للسماعي، قل لهم اني حبيبك وإنك تدور رضاي. الله الله الله، ويسلم صوتك. الله يعافيكم.